حلمي أرى بريق نجمك صاعد وأرى البناء على ضفافك واجد يا ملهم التاريخ نسج حروفه ستظل للأجيال أكبر شاهد أرضعتنا من ماء مزنك عزة فأبينا أن نرضى بغيرك قائد وتهاوت الأقطار من أطرافها وبقيت أنت على حدودك صامد إني بذلت الروح فيك رخيصة وسيبقى حبك في فؤادي خالد علمتنا أن التسامح منهج نسمو به وعلى المحبة سائد وإذا دنا زمن الحوار رأيتنا نصطف إيمانا بأنك واعد وتقاربت كل الرؤى وتوحدت والكل يبني في صعيد واحد يا أمي الأولى ومهد حضارتي حظي بأني في سبيلك شارد فاستبشري أرض السعيدة بالهنا إن كل حلم دون مجدك بائد مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم في تغطيتنا الخاصة للذكرى الثالثة لوثيقة الحوار الوطني الشامل أياما وأشهر طويلة يجتمع اليمنيين في العاصمة صنعاء لصياغة البيان الختامي للمخرجات الحوارية بعد ساعات وأيام وأسابيع وشهور من النقاشات والتداولات التي تمنينا ويتمنى الشعب اليمني بأكمله إلى تجاوز كثيرا من المسافات العالقة بين الجموع المتحاورين الذين تعددت مشاربهم وتنوعت رؤاهم وكثرت تصوراتهم للحلول الناجعة بحسب ما قدمونه من تصورات عصروا لها عقولهم وواصلوا الليل بالنهار لتقديمها على أطباق من ذهب علها تمثل مخرجا من مخارج تلك الأوضاع المأساوية التي مرت ولا زالت تمر بها البلاد أمورا من شأنها دفع الجميع إلى خطوات متقدمة من الأمن والاستقرار والنهوض بالبلد من حالة الاستقطاب التي ضربت بأطنابها عميقا في جذور مشاكلنا وما نمر به من مصاعب العيش في بلدنا بالإضافة إلى حالة التيه والاحتراب المسيطرة على النفوس والقلوب والعقول بحيث أصبحت بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى لململمة مثل هذه الحالات وتصفيتها من الشوائب التي أخرت وطننا الغالي وخربت إنساننا اليمني الكريم وكل ذلك بسبب ما ورثناه من ثقافتنا التي تصادر منابر الحوار وتكمم الأفواه المنادية للحوار وفي مثل هذا اليوم مشاهدينا الأكارم وشعبنا اليمني العظيم تم استلام وثيقة مخرجات الحوار الوطني في 25 من يناير وها نحن نحتفي بالذكرى الثالثة لهذا المقام التاريخي لبلادنا الحبيبة عبر شاشة قناة عدن الفضائية ومعي ضيفي هنا في الاستوديو الأخ والزميل باسم الحكيمي عضو مؤتمر الحوار الوطني مرحبا بك أهلا وسهلا أخي الكريم يا هلا فيك دعني فقط نأخذ مشاهدي الكرام هذا الفاصل القصير ونعود وإياكم لنبدأ حوارنا في هذا اليوم سيقدمون هذه الوثيقة للأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي هذه هي أيضا وثيقة المستقبل وثيقة اليمن الجديد والأجيال القادمة وثيقة سطرت منذ اللحظة الأولى لسقوط أول شهداء التغيير والثورة السلمية وصيغت بدماء زكية طاهرة لم تقتصر على منطقة يمنية دون أخرى ولا على فئة اجتماعية دون الأخرى أيضا فليتفضل إذن أطفال اليمن آبائي الأعزاء باسم أطفال اليمن نشكركم لأنكم استجبتم لنداء المستقبل ووفيتم بوعدكم واليوم نحمل إليكم وثيقة اليمن الجديد ونحملكم أمانة حماية مستقبلنا وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني خليها مغلق طرحيها التحية إذن لأطفال اليمن على امتداد هذا البلد الطيب ولكل أجيال اليمن التي لا شك تطمح لبناء مستقبل جديد ومغاير مستقبل يسوده العدل والمساواة والحرية
التحية من خلال أطفال اليمن لكل الآباء والأمهات ولكل رجال ونساء وأجيال اليمن الداخلي والخارج. ولنهتف جميعا، الشعب يريد وظيفة الحوار الوطني مسؤولية كل يمني وليس مسؤولية رئيس الجمهورية من نفسه. كل يمني مسؤول على هذه الوثيقة وتنفيذها. هذه الوثيقة مسؤولية كل يمني، مسؤولية أعضاء الحوار على كل يمني، على كل يمني يعرف أنه مسؤول على تنفيذ وثيقة الحوار الوطني وليس رئيس الجمهورية من نفسه. شكرا. فلنعمل جميعا إذن على تطبيق وتنفيذ هذه الوثيقة بالاتجاه صوب الوطن الجديد واليمن الجديد والمستقبل الواعد بحول الله وقوته. اتصال هاتفي مع الهواء مباشرة. وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني معالي الوزير ياسر الرعيني، مساء الأنوار. مرحبا، أهلا وسهلا. أستاذ ياسر الرعيني، حديثنا اليوم عن الذكرى الثالثة لتسلم وثيقة مخرجات الحوار الوطني التي كانت في صنعاء واختطها جميع اليمنيين، وكنا يعني نطمح ونأمل أن نخرج إلى بر الأمان، لكن جاءت هذه الميليشيات الانقلابية ودمرت الآمال والطموحات لكل يمني غيور على أرضه. الحديث معكم في هذه الذكرى كونكم الوزير والمعني بمخرجات الحوار الوطني وتنفيذها. شكرا جزيلا ومسي عليكم أبو ضيفك العزيز وعلى كل مشاهدي قناة عدن الفضائية العزيزة على قبول اليمنيين جميعا. وأيضا يعني هي مناسبة رائعة أن نتحدث في هذه الذكرى، الذكرى الثالثة، عن استجابة الحوار الوطني، عن المشروع الوطني الذي مثل كل اليمنيين والذي يفهم كل ابناء اليمن في انفراغه ومعالجه سواء مشاكل الماضي او رسم ملامح المستقبل القادم. ومثل ايضا اجماع محلي ودعم حظر اجماع محلي ودعم اقليمي ودولي. اتى هذا الانقلاب ليعيق عمليه التغيير وعمليه بناء اليمن الاتحادي الجديد، لكن إرادة الشعب الحرة يعني أبت إلا أن تكسر هذا الانقلاب وأن يهزم هذا الانقلاب وأن يغفر هذا الانقلاب وأن يتم الانتصار لهذا التوافق الذي تحقق بين أبناء اليمن بشكل كامل، وأن يتجه جميعا نحو بناء اليمن التحدي صحيح. اليوم ما زلنا نشهد البطولات والتوفيات التي يقدمها أبناء القوات المسلحة والمقاومة في مختلف الجبهات لإنهاء هذا الانقلاب وعودة مؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية لاستكمال تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتلافي الآثار والإعاقات التي أحدثها الانقلاب في حق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. اليوم الكل يؤكد وبصوت واحد من أعلى سلم في الدولة، من فخامة رئيس الجمهورية إلى كل مستوى المواطنين جميعا، أن هذا المشروع هو مشروع اليمنيين جميعا، مشروع الدولة الاتحادية التي لا يمكن إلا أن يمثل هذا المشروع الذي يتحقق به العدالة والمواطنة ويتحقق في الشراكة في السلطة والتوزيع العادل للثروة. نعم، معالي الوزير ياسر الرعيني، حديثنا أيضا عن كلنا شركاء في النجاح اليوم، هل من نظرة تفاؤل إلى المستقبل الجديد وكلنا شركاء أيضا في صنع هذا المستقبل اليمني الاتحادي القادم بقوة بإذن الله تعالى، هل من بشارة خير مثلا يمكن أن تقدم بها الشرعية يعني حتى نكمل المسار الحقيقي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وأنتم مشرفون أيضا متواجدون على رأس يعني هذا التنفيذ كونكم وزيرا لهذه الشؤون؟
نعم، شو هو طبعا الحكومة حريصة على تنفيذ مسؤوليات مؤتمر الشورى الوطني اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، وقرر أن تعمل الحكومة على استيعاب توصيات مخرجات مؤتمر الشورى الوطني الشامل في خططها وبرامجها المختلفة. نحن الآن في إطار تحديين رئيسيين يتمثلان اليوم في إنهاء الانقلاب وعودة واستعادة العاصمة صنعاء وبقية محافظة الجمهورية وبقية الشرعية سيطرتها على كافة محافظات الجمهورية، ثم أيضا تفعيل مؤسسات الدولة وعودة فاعليتها لكي يتحقق الأمن والاستقرار للمواطن. في المقابل فيما يتعلق بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، خطتنا فيما يتعلق بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني تكمن في أمرين رئيسيين. الأمر الأول هو تنفيذ ما يمكن تنفيذه من مخرجات الحوار الوطني، وخصوصا القضايا المتعلقة بتوصيات مخرجات الحوار الوطني ونقاط بناء الثقة والهيئات والمؤسسات التي تشكلت ما بعد مؤتمر الحوار الوطني بناء على مخرجاته. ثم التحدي الآن، ثم النقطة الأخرى الاستعداد والتهيئة لما بعد إنهاء الانقلاب وعودة المسار السياسي والعملية السياسية، أن نكون على استعداد لتحويل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى برامج تنفيذية تسهل على مؤسسات الدولة العمل بها وتنفيذها على أرض الواقع. الحكومة حريصة في هذا الأمر. ثم أيضا هناك جانب آخر، نحن نعمل اليوم على رفع الوعي فيما يتعلق بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل لدى المجتمع، وكذلك مسودة الدستور، وكذلك ايضا مساله المصالحه في اطار المجتمعات المحليه، لان الانقلاب احدث بعض التهكك في النسيج الاجتماعي. مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اتت وعالجت هذا الامر، لذلك اليوم نحن نسعى في كل هذه النواحي التي نستطيع من خلالها، وخصوصا مع عوده الحكومه ورئيس الجمهوريه الى عدن وعوده البنك المركزي وسيطره الشرعيه عليه. هنالك كثير من القضايا بدأت تفعل في هذا الجانب. نتمنى أن نستكمل إنهاء الانقلاب وعودة مؤسسات الدولة، وأن نعمل بكل قوة الحكومة وكوادرها على مسألة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. ومع ذلك نحن في صدد كما ذكرت تنفيذ ما يتعلق بالتوصيات وكذلك القضايا المتاحة خلال هذه المرحلة. نعم، ونحن كلنا أمل بما تقومون به أنتم اليوم في الشرعية وحكومتنا الرشيدة، أيضا في بناء الدولة والحكم الرشيد، وأيضا أسس بناء الجيش الذي الآن يعتبر قوامه أكثر قوة، حيث يتواجد اليوم على الميدان 100,000 يعني جندي من جنود الشرعية الحقة الذين سيدافعون عن حياد الوطن. والتحرير اليوم هو متواصل، ودليل واضح على أن تنفيذ مخرجات الحوار تخطو خطوات جيدة إن شاء الله ومسارها جيد. أشكرك كثيرا معالي الوزير ياسر الرعيني على هذه الإيضاحات والتواصل معنا عبر شاشة قناة عدن الفضائية، ونحن نحتفي وإياكم اليوم بالذكرى الثالثة لتسليم وثيقة الحوار الوطني. شكرا جزيلا لك. إذن أعود إلى ضيفي في الاستوديو باسم الحكيمي عضو مؤتمر الحوار الوطني. يعني تحدث معالي الوزير ياسر الرعيني، وهو يعني وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، حديثه حقيقة ذات شجون، يعني يتحدث عن طموحات وآمال، وكلنا الآن شركاء في النجاح وشركاء في هذا المستقبل الذي سنصنعه بأيدينا، سيصنعه الأطفال اليوم الذين هم سلموا الوثيقة إلى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي حفظه الله، وأيضا نحن الشباب، أنا وأنت وكل الشباب الطموحين لبناء اليمن الاتحادي القوي. يعني حديثنا أيضا عن صياغة الدستور، ونحن كنا ننتظر يعني الدستور بفارغ الصبر، لكن ذكرت لك أن هذه الميليشيات قامت باختطاف الأمين العام في تلك الفترة أحمد عوض بن مبارك، واختطفت أيضا الدستور الذي هو يعتبر دستور اليمن الاتحادي، والذي يعتبر نقلة نوعية لبلادنا. يعني مثل هذه الخروقات المتكررة للميليشيات الحوثية، برأيك هل مثلا من أمل يعني بأن يكون المستقبل الجديد ونحن كلنا أبناء الشعب اليمني اليوم مع الشرعية، ستكون متواجدة هذه بعض رموز الميليشيات معنا مثلا؟ هل مثلا هذه الميليشيات ستشاركنا في حوارات قادمة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، أم خلاص نحن الآن حسمنا الموقف في موضوع الحسم العسكري وأصبح الآن الكل ملتف حول الشرعية، وهذه يعني ميليشيات بغيضة تعتبر قلة بسيطة يمكن أن تتلاشى في ظل وجود القوة من خلال الشرعية؟ شوف، تاريخيا على كل المحطات السياسية اليمنية التاريخية، انه كل الحوارات التي كان يقوم بها اليمنيين كانت تفضي الى حروب.
السبب هو عدم وجود الضمانات وبقاء طرف واحد يمتلك السلاح والقوة، كان ينقلب على الحوارات بقوة السلاح. الحين إن لم يتم تقليم أظافر ميليشيات الحوثي واستعادة كل الأسلحة والقضاء عليها عسكريا ويبقاها كطرف يعني يعلن الدخول في العمل السياسي بشكل رسمي من خلال حزب سياسي، معنى ذلك تلغيم المستقبل وسينفجر الوضع في أي لحظة، لأنه بقاء أي طرف يمتلك السلاح والقوة خارج مؤسسات الدولة معنى ذلك أنه قابلية الانقلاب في المستقبل متاحة وممكنة وواردة. لذلك لابد أن تستعاد كل مؤسسات الدولة، كل الميليشيات الخارج عن إطار مؤسسات الدولة سواء كانت جهادية سلفية حوثية، هذه لابد أن تنتهي تماما ويعود إلى الأذهان مفهوم الدولة، وتكون الدولة هي المالك الوحيد والحصري للسلاح. وهذا ما يحدث لنا لم يتم ذلك في الميدان يعني. وهذا ما يتم لذلك أنا أقول لك الحديث عن بقاء الحوثي طرف قوي وفاعل مؤثر في الحقل السياسي اليمني دون سحب مؤسسات دون سحب الأسلحة منه والقضاء عليه عسكريا يعتبر من قبيل الهراء والعبث السياسي، لابد أن ينتهي عسكريا. نقولها بكل صراحة، إن كان يريد أن يمارس العمل السياسي فليتفضل، الملعب موجود مثله مثل باقي الأحزاب، يعلن عن حزب سياسي ويوجد مؤسسات إعلامية له ويبدأ يمارس العمل السياسي ويوجد مؤسسات ويبدأ يشتغل ينافس، يقوم بأنشطة اجتماعية بعيدا عن يقوم بأنشطة اجتماعية سياسية وليصل إلى السلطة عن طريق الصندوق. أما أن يظل طرف يمتلك السلاح والقوة فلن نقبل به نحن، ولن تقبل به المملكة ولا التحالف ولن يقبل به لأن بقاء الحوثي أنا أقول هكذا بعد الدمار بعد التضحيات وبعد الدمار الذي حصل باليمن لن تقبل، يعني أنا أقول دائما هكذا رسالة للمملكة العربية، بقاء الحوثي طرف يمتلك السلاح معنى ذلك استمرار تساقط القذائف إلى جيزان وعسير في المستقبل، انتهى الموضوع. هذا طرف يمتلك يرتبط بالمشروع الإيراني من حيث المجال العقائدي ومن حيث الارتباط المذهبي والعسكري، بقاؤه معنى ذلك سيستخدم كأداة للتحرش في الأمن القومي العربي في المملكة العربية السعودية، وسيبقي الحقل السياسي اليمني رخو قابل للانفجار، لابد ينتهي عسكريا. إن كان يريد أن يدخل إلى المجال السياسي بعد مصالحة وطنية وعدالة ومعادلة وعدالة انتقالية ومحاسبة كل المتورطين في جرائم ضد الإنسانية ومن شملهم قرار مجلس الأمن 2016 أهلا وسهلا. أما يعني الدخول في تسوية سياسية كما يروج الآن تبقى للحوثي تبقي الحوثي طرف فاعل ومؤثر عسكريا، فهذا تفخيخ وتلغيم ومكافأة للانقلاب، لا يمكن أن نقبله. حتى وإن قبل الرئيس أو القوى السياسية أن تذهب في اتفاقية سياسية تبقي الحوثي طرف، لن تبقى المقاومة في الأرض، ستتمرد المقاومة على الشرعية. هذا لن يتم. أنا أقول لك بكل صراحة تضحيات، نعم أخي باسم، يعني الناس لن تقبل أن تكون الناس أن تكون دماء يعني قيمة الدماء التي تسيل الآن فاتورة سياسية يعني يتم سداده، يعني لن تقبل هذه التضحيات أن تكون تسدد بفاتورة سياسية مشوهة. لابد ينتهي الانقلاب بكل أبعاده العسكرية والمذهبية والسياسية. الجماعة الآن الجماعة خرطوا يعني قرفوا الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يعني غيروا خارطة مئات الآلاف من ميليشيات الحوثي العسكرية تم الزق بها في السلك العسكري، عشرات الآلاف من يعني أفرادهم تم الزق بها في الوظائف المدنية، غيروا خارطة المدنية والعسكرية في اليمن. كيف تقول لي تسوية سياسية؟ حتى وإن كان هناك تسوية سياسية كيف ستتعامل مع 30 أو 40 ألف من ميليشيات الحوثي ضمن السلك العسكري؟ مستحيل. كيف ستتعامل مع 40 ألف في السلك المدني؟ لن يكون هناك تسوية سياسية. تسوية سياسية تأتي بعد أن تكون هناك تسوية عسكرية تنهي عن هذا الوجود العسكري، بعد ذلك تكون التسوية العسكرية بعد أن يتم تسوية الملعب السياسي بأرضية سياسية صلبة فعلا نستطيع أن ننفذ ما يتم الاتفاق عليه. أما الآن دخول في تسوية وبقاء الحوثي الطرف فاعل، فهذا لن نقبل ولن يقبل به المقاومة. الناس قدمت تضحيات من أجل مشروع الدولة المدنية الحديثة. مشروع الدولة المدنية الحديثة مشروع الدولة المدنية الحديثة يرفض بقاء أي جماعات أو ميليشيات تمتلك السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة. نعم أخي باسم، ماذا عن القضية الجنوبية وقضية صعدة؟ تخطو خطوات جادة اليوم الشرعية في القضية الجنوبية والاهتمام البالغ بها كونها قضية محورية ومن ضمن القضايا التي اهتمت بها أيضا في مخرجات الحوار الوطني، وهو واضح أيضا بمشاركة يعني كثير من العناصر والفصائل المتواجدة كانت في الجنوب حاضرة كانت في الحوار الوطني. سنتحدث عن القضية الجنوبية وقضية صعدة، لكن دعني أخذ هذا الاتصال الهاتفي من عضوة المؤتمر الحوار الوطني الأستاذة خديجة عليوة. مساء الأنوار أستاذة خديجة. أهلا وسهلا حياكم. كيف حالكم؟
الله يسلمكم، هذه مناسبة عظيمة طبعا. نعم حقيقة اليوم هي مناسبة عظيمة، ونحن جميعا اليوم نزهو ونحتفي بهذه الذكرى الثالثة لتسليم وثيقة مخرجات الحوار الوطني، والتي يعني تسلمها فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي في محفل مهيب بحضور كل الفصائل وكل أطياف اليمنيين الذين حضروا في مثل هذه الحدث التاريخي اليمني العظيم والمهيب. يعني الحديث معك يا أنت كونك عضوة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكنت من الأخوات الفضليات اللواتي شاركنا في هذه يعني المؤتمر الكبير، وكان حضور النساء لافت حقيقة، وكان أيضا هناك اهتمام في زوايا خاصة تهم المرأة والشباب أيضا. الحديث معك أختي خديجة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أعتبر هذه مناسبة عظيمة وليست ذكرى، لأن الذكرى تعبر عن ماضي انتهى، لكن هذه مناسبة عظيمة وهي أعظم إنجاز أنجز بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وبدعم مجتمعي ودولي وإقليمي، والفضل أيضا يعود للمبادرة الخليجية بقيادة مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية. نعم. وتعتبر هذه المخرجات هي أقوى شرعية تستمد منها الشرعية كل الحق وكل القوة للمضي قدما لتنفيذ هذا الإنجاز العظيم الذي يشرف اليمن ويشرف القادة والسياسيين ويشرف العالم. وقد حظي هذا المؤتمر ومخرجاته حظي بتأييد وبدعم محلي وشعبي ودولي وإقليمي لما فيه من إنجازات عبرت عن معاناة حقيقية للمواطن اليمني أولا وأخيرا. وتعتبر هذه المناسبة يفتخر بها شعبنا اليمني. نعم. كافة فهي كما قلت تعبر عن معاناة حقيقية، وأتت ملبية للمواطن الذي عانى من المعاناة، عانى من عدم الإنصاف، عانى من التهميش، عانى من الإقصاء وحرم، وعانى من ظروف حقيقية. نعم. وهذا ما يثبته ان هذه وما يثبت ان هذه المخرجات تلامس الواقع وتلامس الشعب اليمني وتلامس المواطن ومعاناته. الانقلاب الذي حدث انما حدث لأن المواطن هو دائما يعاني، وهذا انقلاب على حقوقه. صحيح. انقلاب على رقيه، انقلاب على كرامته. نعم. يجب على الشعب أن يتكاتف لأجل مخرجاته التي هي تعتبر حق من حقوقه. بالضبط. ولن يأتي الزمان بمثل هذه المخرجات. نعم أختي خديجة عليوة، يعني أنت كونك إحدى الكوادر النسائية المشاركات في مؤتمر الحوار الوطني، يعني هل أنصفت المرأة؟ ونحن نعرف أنها انصفت حقيقة، ولكن نود أن نسمع منك كيف تم إنصاف المرأة في مخرجات الحوار الوطني والاهتمام بها. طبعا لأول مرة في تاريخ اليمن انصفت المرأة. صحيح. في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والمرأة. نعم. بالذات المستقلة والشباب المستقل. نعم. هنا انصف المستقل سواء مرأة أو رجل أو شاب، لأنه أوجدت له مكان وكونت المرأة 40 من مقومات أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وخرجت بمخرج وهو من حقها 30%، وهذه 30% تعتبر سابقة فريدة من نوعها، وتعتبر 30% هذه بداية، ولكن مع الاستمرار سوف تنصف أكثر وأكثر. كذلك الشباب انصفوا 20% من حقهم في تمثيلهم سواء في قرارات سياسية، في التوظيف، في كل شيء. نعم. يعني كلهم مشاركة حقيقية في صنع القرار. كذلك انصف المهمشين الذي لم ينصفوا على مدى الزمن. سبحان الله. فكان مؤتمر الحوار هذا ملبيا لكل الطموحات. فعلا جاء ملبيا لكل الطموحات اليمنية واحتياجات شعبية حقيقية. نعم. وملبية
لمعاناة المواطن. بالضبط. إذن أختي خديجة علاوة عضوة مؤتمر الحوار الوطني، أشكرك كثيرا، كنت معي على الهواء مباشرة للحديث اليوم في هذه الذكرى، وأنت تحدثتي بأنها مناسبة عظيمة. نعم، حفظك الله ورعاك. يجب أن تكون الحاضر والمستقبل وتنفذ بإذن الله تعالى إن شاء الله. شكرا جزيلا لك خديجة علاوة عضوة مؤتمر الحوار الوطني، كنت معي على الهواء مباشرة في رأي في تغطية خاصة في قناة عدن الفضائية. أعود لك باسم الحكيمي، سمعت أيضا الأخت خديجة وهي تتحدث عن دور المرأة والشباب، لكن أنا أتحدث معها قبل أن ندخل معها بالاتصال على القضية الجنوبية وقضية سعدة. نلاحظ بأن تواجد فخامة الرئيس اليوم في عدن في العاصمة المؤقتة دليل واضح على أيضا اهتمامه بالقضايا الجنوبية، وأيضا عندما استقبل يعني في الأمس القريب أحد ممثلي القيادة الجنوبية، ويعني حرصا منه لالتفاف جميع يعني كل الأطياف كل المؤسسات وهكذا، يعني تعتبر هذه الأمور يعني نوع من التقوية والاهتمام بكل القضايا أيا كانت، سواء كانت في الجنوب في الشمال في أي محافظة على امتداد الخارطة اليمنية، وكل هذا يعني أننا نود أن ننفذ مخرجات الحوار الوطني يعني في كل زوايا. القضية الجنوبية والقضية صعدة، أيضا قضية صعدة تواجد اليوم أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في صعدة دليل واضح أيضا على التحرير، ويعني المسار واضح لتحرير محافظة صعدة، وكأننا نشاهد أيضا ملامح تنفيذ مخرجات الحوار متواجدة في صعدة. يعني حديثك عن القضية الجنوبية وقضية صعدة. فيما يخص القضية الجنوبية كانت تعتبر الركيزة الهامة ضمن الحوار الوطني الشامل، بل هي العمود الفقري لكل العملية التقاوية، واهتمام الرئيس بها شخصيا واضح كان. القضية الجنوبية كانت هي محور العملية السياسية بالضبط. في اليمن، لأنه في الجنوب يعني كانت هناك قضية شائكة، وكانت هناك يعني أنا أقول دائما في الجنوب دماء سالت وأرواح زهقت يعني وثروة نهبت، تم استبدال النظام السياسي بنظام المشايخ وعقال الحارات، يعني في الجنوب ظلم يعني يفوق الخيال. فكان محور العملية السياسية التفوضية هي القضية الجنوبية باعتبارها هي المدخل لبناء اليمن الاتحادي الجديد. هذا الكلام صعدة. هذا الكلام كان لا يختلف فيه. فيما يخص القضية صعدة وضعنا لها محور، لكن للأسف يعني الآن قضية صعدة الآن تحول الحوثيين القاعدة المظلومية التي كانت تتكئ عليها ميليشيات الحوثي الآن انتهت إلى الأبد. الآن تحولوا من 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 مظلومين إلى ظالمين يجب أن يحاكموا. عندما نتكلم عن قضية صعدة نتكلم عن المواطنين وعوام الناس في محافظة صعدة الذين تعرضوا للظلم. أما فيما يخص ميليشيات الحوثي فهي تحولت من مظلومين إلى ظالمين فعلا. ويجب أن يحاكموا ويحاسبوا. وقفنا معهم في قضية صعدة على اعتبار أنهم مظلومون، لكنهم تحولوا الآن إلى ظلمة وإلى قتلة وإلى جبابرة، يجب أن يحاكموا ويحاسبوا على كل الجرائم التي اقتربوها. يعني فيما يخص قضية صعدة الآن التركيز على المدنيين والعوام الناس في قضية صعدة الذين تعرضوا للظلم، ورك يهتمهم أيضا حتى أيوة. في المساعدات ودخول أيوة. أما ميليشيات الحوثي انتهت خزعبلة آل البيت الذي كان يدأ والمظلومية التي تعرض لها ميليشيات الحوثي إلى مزبلة التاريخ. فيما يخص اتهامة يعني اتهامة رد لها الاعتبار سواء في 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 التطبيق سواء في وثيقة الحوار الوطني من حيث التمثيل، كان هناك تمثيل لهذه المحافظة ضمن التركيبة أعضاء مؤتمر الرياض، وكذلك ويعني كان هناك يعني وليت اهتمام كبير جدا على اعتبار أن اتهامة تعرضت للظلم مثلها مثل باقي المحافظات اليمنية، لكن كانت هناك أولوية يعني أولوية ضمن السلم ضمن سلم الأولويات اللي هي القضية الجنوبية أفرد لها محور. اتهامة يعني لم يفرض لها محور في مؤتمر الحوار الوطني، لكنها ضمن البنود كان هناك بنود ومرتكزات قانونية تهتم بمعالجة الآثار والظلم التي وقع على 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 اتهامه. في المجمل العام هي وثيقة الحوار الوطني أعتقد أنا هي أعظم منجز تاريخي يعني سطره اليمنيون بدماء الشهداء، يعني ويجب أن يعكس هذا المنجز التاريخي إلى 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 حياة اجتماعية رغيدة وإلى 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 مساواة اجتماعية وإلى وإلى مواطنة متساوية وإلى الدولة المدنية الحديثة. ينبغي يعني أن يعمل الكل في هذا الاتجاه وتحويل هذه الدولة المدنية النظرية المستوى النظري إلى دولة مدنية يعني يتم إسقاطها على أرض الواقع من خلال التطبيق، من خلال البناء المؤسسي، من خلال كل الإجراءات التي أقرت بها وثيقة الحوار الوطني التي انعكست في الدستور الاتحادي الجديد. وكما قلت لك فيما يخص القضية الجنوبية أوليت اهتمام كبير جدا. أكبر إنصاف للقضية الجنوبية هي يعني ومن القضية الجنوبية أتت فكرة اليمن الاتحادي، إعادة تقسيم اليمن، نظام الأقاليم القائم على توزيع السلطة والثروة للأقاليم بعيدا عن سلطة المركز المقدس. هذه تعتبر من أهم
اكبر انتصارات لقضية الجنوبية، وكذلك إعادة المسرحين العسكريين وتعويضهم، كلها موجودة في 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 لكن في 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 النقطة العريضة والمهمة فيما يخص القضية الجنوبية اللي هي الدولة الاتحادية، هذا يعتبر انتصار للقضية الجنوبية ولليمن بشكل عام. الهروب والابتعاد من سلطة المركز الذي كانت تسيطر، يعني المركز المقدس الذي كان. أخي باسم الحكيمي أنا أشكرك كثيرا، التغطية لا زالت مستمرة مشاهدي الكرام، ونحن اليوم نحتفي بهذه الذكرى الثالثة والمناسبة العظيمة لذكرى تسليم وثيقة الحوار الوطني لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي حفظه الله، الذي كان يعتبر عبارة عن توازن وخلق التوازن الحقيقي في بلادنا، والذي أصبح اليوم هو قائد الشرعية، والذي كلنا سنلتف حوله بمشيئة الله، وسنقف وقفة رجل واحد معكم يا فخامة الرئيس، وأنت قائدنا جميعا في الأقصى الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب على امتداد الخارطة اليمنية، كلنا نهتف قائلين بأن الشرعية الدستورية متمثلة بكم وبكل أبناء الشعب اليمني العظيم الذين خرجوا يهتفون بالدم وبالروح، نبديك يا وطن ويا شرعيتنا الحقة بقيادتكم أنتم القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد رب منصور هادي حفظكم الله. سنكون معكم بإذن الله تعالى، تغطيتنا مستمرة لهذا المحفل الكبير وهذه الذكرى العظيمة. فقط فصل قصير وأعود معكم أنا سميرة السروري لنواصل بقية هذه التغطية، ابقوا معنا. صايحت مع زملائي. ليش؟ ليش صايحت انت وزملائك؟ على ايش؟ يعايرونا فيك. يعايرك فين يعني؟ ليش؟ ايش سويتني عشان يعايروك؟ يقولوا انك في الحوار الوطني وتطلعي في التلفزيون، والمفروض تجلسي في البيت، هذا شغل الرجال مش شغلك. شوف يا حبيبي، المرأة على مر العصور كان لي دور كبير جدا في المجتمع، ما يختلفش أبداً دوري عن دور الرجل، والحوار الوطني الشامل هذا يشمل كل الشرائح، والمرأة مشاركة فيه بنسبة 30%، وبعدين المرأة جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، ها ولا كيف؟ وبعدين في هذا الحوار تناقش قضايا كثيرة، يناقشوا قضايا المساواة والعدالة الاجتماعية للناس ويحققوها بإذن الله، وهكذا يبني البلاد بتكون في أمان. أنت معي ولا مش معي؟ فهمت يما، الله يوفقك، وانا افتخر فيك يما، واحترم كل النساء اللي مشاركين في الحوار. تسلم يا حبيبي، وهكذا بلغ اصحابك. المرأة اليمنية صانعة التغيير وبانية المستقبل. مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بالحوار نصنع المستقبل. كان للمرأة اليمنية دورها في بناء الحضارة اليمنية منذ قديم الزمان، وتمثل المرأة ما يقارب نصف عدد سكان اليمن حالياً، 4 ملايين امرأة تقريباً مسجلات في السجلات الانتخابية. تواجه المرأة اليمنية العديد من القضايا مثل التعليم، يعاني 65% من النساء من الأمية، 60% من النساء في المناطق الحضرية يعرفن القراءة والكتابة مقابل 24% في المناطق الريفية. نسبة المعلمات النساء في المناطق الريفية أقل بكثير من نسبة الذكور المعلمين، وهذا أحد أهم الأسباب التي تمنع النساء الريفيات من الالتحاق بالتعليم. الصحة، تقع اليمن من ضمن أعلى الدول في العالم من حيث عدد الأطفال للمرأة الواحدة، من بين كل 100,000 ولادة تتوفى 366 امرأة خلال الولادة حسب التقدير الوطني، منها بسبب الحمل المبكر وصعوبة الوصول إلى المراكز الصحية. العمل، يعمل ما يقدر ب 25% من النساء في مجال الزراعة، فقط 7% منهن
يعملن مقابل أجر مادي، و18% يعملن مقابل الطعام والشراب فقط. ويوجد العديد من القضايا الأخرى التي تواجهها المرأة نسعى إلى حلها جميعاً عبر الحوار الوطني. أنظمة الحكم هي نوعان. الأنظمة الوراثية هي أنظمة الحكم التي ينال الحاكم الحكم فيها بالوراثة. الأنظمة الانتخابية أو الجمهورية، حيث يتم اختيار الحاكم من قبل الشعب أو من يمثله ولفترة زمنية محدودة مثل اليمن ومصر. سياسة اليمن نظام جمهوري تمثيلي ديمقراطي، يكون فيه الرئيس رأس الدولة ورئيس الوزراء رئيسا للحكومة. يقوم نظام الحكم في اليمن على مبدأ الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية، والتعاون فيما بينها، وكذا المراجعة القضائية. كما أن نظام الحكم يجيز تعديل الدستور، حيث أن الشعب الذي وافق على الدستور وأقره يمكن أن يعدله بالطرق المشروعة قانونا عن طريق نواب الشعب في البرلمان، لكي يظل معبرا عن واقع الشعب وتوقعاته. مهام السلطات في نظام الحكم: السلطة التشريعية هي السلطة التي تقر القوانين والسياسات العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية. السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن تنفيذ السياسات والقواعد التي يضعها المجلس التشريعي، وهي ممثلة برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. السلطة القضائية هي سلطة الفصل في المنازعات والاختلافات، وهي المسؤولة عن القضاء والمحاكم في الدولة، ومسؤولة عن تحقيق العدالة. الله 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 على شعب اليمن. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة قناة عدن الفضائية، وضمن هذه التغطية الخاصة والمستمرة وعلى الهواء مباشرة للحديث عن الذكرى 23 والتي تصادف 25 من يناير لتسليم وثيقة ومسودة مخرجات الحوار الوطني الشامل. هكذا اجتمع اليمنيون في مثل هذه الملحمة الوطنية التاريخية، وها نحن اليوم نعيد الذكرى 23 ونحتفي معا بهذه المناسبة الوطنية العظيمة. دعوني أستقبل اتصالا هاتفيا من عضو مؤتمر الحوار الوطني والذي يشارك أيضا في فريق الحكم الرشيد، الدكتور محمد حسين حلبوب. مساءك جميل دكتور محمد. دكتور محمد، اليوم نتحدث عن هذه الذكرى الوطنية والمناسبة العظيمة لذكرى تسليم وثيقة الحوار الوطني الذي اختطها اليمنيون جميعا بكل مشاربهم وأطيافهم السياسية، وسلمت آنذاك في محفل كبير ومهيب في العاصمة صنعاء، وتسلمها فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية. كونكم أنتم في الحكم الرشيد وفي هذا الفريق الذي كنتم يعني تسخرون جهدكم من أجل الحكم الرشيد، ما الذي يمكن وتود أن تقوله حول خفايا الحكم الرشيد؟ أولا أبارك لكل زملائي في فريق الحكم الرشيد وأهنئهم بهذه العيد. وكان فريق الحكم الرشيد هو قاطرة التي سحبت وراها كل مؤتمر الحوار الوطني، وعلى ضوء الحكم الرشيد سوف يتم بناء اليمن الجديد. بناء اليمن الاتحادي يجب أن يكون وفقا للحكم الرشيد الذي يعتمد على الشفافية، على المحاسبة، على المساءلة، على الكفاءة الإدارية، على محاربة الفساد وكل النقاط التي تمت مناقشتها. وأفتخر بشكل غير عادي وسأظل أفتخر طوال حياتي بأنني كنت أحد أعضاء فريق الحكم الرشيد الذي تضمنت مخرجاته في قرار مجلس الأمن رقم 2140 تحت الفصل السابع، أقول 2140، والذي ذكر مخرجات فريق الحكم الرشيد بالاسم.
وأشاد وأكد في أحد المواد وهي المادة السادسة على ضرورة تنفيذ مخرجات فريق الحكم الرشيد بالكامل، وهذا فخر كبير لنا جميعا، وأتمنى من جميع أعضاء فريق الحكم الرشيد الاحتفال في هذا اليوم. نعم دكتور محمد حسين، أنت تحدثت الآن معي وذكرت بأن أنت فخور بأنك ضمن هذا الفريق الذي شارك في الحكم الرشيد والذي كان يعنى بالاهتمام في موضوع يعني الرجل المناسب في المكان المناسب، او يعني ايضا تجفيف منابع الرشيد القادم. ايوه نعم، وتجفيف منابع الفساد في كثير من مؤسسات الدوله والاختيار الانسب للقيادات السياسيه وما الى ذلك. انت كيف تقيم هذه المرحله اليوم التي يعني في 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 الحكومه الشرعيه؟ نحن نعرف بان هناك تعيينات جديده كانت وصدرت من قبل الرئاسه، وهناك حكومه كثيره، وتم يعني املاء كل الفراغات التي كانت فارغة بسبب هذه الميليشيات البغيضة والانقلابية، تم إملاءها بوجود كوادر أيضا متخصصة في كل مكان. أنت كيف تقيم؟ هل كانت يعني في محلها هذه التعيينات والقرارات الرئاسية التي جاءت لتصب في صالح الحكم الرشيد؟ طبعا أنا الآن في الحرم المكي وما ما شاء الله أنا أقول إلا الصدق إلا الصدق، والحقيقة أنه ليست كل التعيينات في التي تمت في فريق في الحكومه الجديده تتناسب او مع الكفاءه الاداريه ومع مخرجات الحوار، ولكن بشكل عام فانه الحكومه الجديده برئاسه الدكتور احمد عبير بن دغل تسير في الاتجاه الصحيح وتنفذ بشكل ذكي وبشكل ابداعي ايضا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وما نلاحظه الان من صرف المرتبات ولكافة الموظفين وأيضا من التفاعل، ما يعيب على هذه الحكومة أنه لا يوجد لدى بالذات في وزارة التخطيط وفي وزارات الاستراتيجية لا توجد لديها استراتيجية واضحة للمعلنة لإعادة بناء وإعمار اليمن وبالذات المناطق المحررة، وهذا عيب كبير يجب أن يتم تلافيه من قبل وزارة التخطيط ووزارة المالية والوزارات وكذلك وزارة الصناعة والتجارة. نعم. هذه العيوب الكبيرة، وهي أنه الآن لنا عامان ولم يتم يعني وضع معالجات بقدر يعني ما نعمل بقدر ما نعمل، هناك معالجات ممتازة، وأنا أشيد في هذا الإطار بالدكتور أحمد عبيد بن دغر بأنه يقود العملية بشكل غير عادي، وبالمقارنة مع بحاح الذي بكل أسف أضاع علينا فترة طويلة في متاهات وفي انتظار الانتصار وفي انتظار أن يصل إلى رئاسة الجمهورية، وترك رئاسة الوزراء ونائب رئاسة الجمهورية دون أي عمل. الوزارة الجديدة الآن تعمل بشكل جيد، ولكن هناك نواقص كثيرة، وهناك نقص في الكفاءة، وهناك عدم وجود استراتيجية واضحة. يجب أن نكون جاهزين لمرحلة إعادة الإعمار ولإعادة بناء المناطق المحررة، لأن تحرير اليمن قد يطول، لأن تحرير اليمن قد يطول. نعم دكتور محمد، يعني أنت في الحرم فقط، نود أنك يعني تكون صادقا سواء كنت في الحرم أو خارج الحرم، فنتمنى منك التوفيق وأن يتقبل الله منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال، ودعواتكم لنا وللوطن الحبيب، وأنت فرصة لأن متواجد في الحرم المكي، ادعوا بدعوة صادقة من قلبكم إلى الوطن وأن يلم الله الشمل ونبدأ حياة جديدة إن شاء الله في ظل الأقاليم الاتحادية وفي ظل أيضا الشرعية الحقة. شكرا جزيلا لكم وإن شاء الله ندعي لكم إن شاء الله بإذن الله. أشكرك كثير الدكتور محمد حسين حلبوب عضو مؤتمر الحوار الوطني في فريق الحكم الرشيد، شكرا جزيلا لك. إذن هكذا كنا مشاهدين الكرام، حديثنا مع الدكتور حلبوب وهو أحد المشاركين في فريق اللجنة الخاصة بالحكم الرشيد، يعني تطرق كثيرا إلى هذا البند وإلى هذه الزاوية الخاصة في الحكم الرشيد، وهي رسالة أيضا للحكومة الاهتمام أيضا في القرارات التي تصدر من قبل الرئاسة ومن الحكومة تكون يعني مناسبة وتكون كفاءات إدارية يعني مؤهلة ومناسبة، واهتموا بالقيادة الشبابية، نقولها دائما القيادة الشبابية هم الذين سيكون لهم يعني المستقبل الجديد، الذين سيحملون اليمن على عاتقهم لأنهم أكثر تنويرا وعقولهم منورة
إضافة إلى أن التعليم يلعب دور أيضا كثير، وهناك أيضا خبرة بما يدور في الوطن، وهم عارفين الآن أصبحوا على دراية وعي متكامل ونضوج عندهم كبير. يعني دعونا من الصور التي دائما نقولها التي تسيء إلى البعض وأيضا إلى بعض كبار السن الذين أصبحوا هم بحاجة إلى أن يكونون في منازلهم فقط للاستراحة هذه، ويبدأ الآن وقت الشباب الجدي والفعلي. نحن نوجه الرسالة لأبو الشباب، فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، اهتموا بالشباب دائما، فهم النسبة الكبيرة المتواجدة في الوطن، يعني 60% ما نسبته من السكان في اليمن، بمعنى أن الشباب هم القوة الكبيرة في الوطن، لهذا يعني طاقة كبيرة لا نهدرها ويجب الاهتمام بها كثيرا والإمعان في خفايا الشباب، لأن الشباب عندهم قوة جبارة، يمكن أن تصبح اليمن يعني وستصبح بإذن الله دولة عظمى حقيقة. ما يحدث في الإمارات كما نلاحظ كل القيادات والوزراء والشخصيات شباب، في يعني في ريعان الشباب، ولهذا تلاحظ أن هناك تنمية وتطور دائما وازدهار، لأن الشباب هم عماد المستقبل دائما، ونقولها يعني باستمرار. لماذا لا يتم التوجه إلى تعيينات وقرارات صائبة للشباب الذين عندهم طموحات وعندهم أيضا شهادات عليا، وأيضا يعني كثير من المتخرجين المتواجدين اليوم في المنازل يجب استقطابهم، هم فرصة جميلة لبناء الوطن الحبيب من خلال هؤلاء الشباب، ومن خلال الشباب إن شاء الله ستتقوى الشرعية ويتقوى الوطن بهم بإذن الله تعالى في أي مكان كان دون استثناء، نقولها دائما، لأن الشباب نسبتهم كبيرة في كل محافظات اليمن، ومعروف أن اليمن تزخر بطاقات الشباب الواعدة. أيضا المرأة كان لها أيضا مشاركة 30%، وهنا أيضا يجدر القول بأن المرأة لها دور فاعل أيضا في المجتمعات. اليوم لدينا سفراء من الكادر النسائي ووزراء أيضا من الكادر النسائي، نهتم أيضا كذلك في التعيينات المناسبة ونحن نقولها، والكفاءات والقدرات النسائية المتمكنة والتي تناسب هذه القرارات، يجب أن نكون أكثر يعني انتباها لمثل هذه المسائل. نحن نوجه التحية للحكومة الشرعية، تبذل جهود جبارة في هذا المجال، ونعرف أيضا أنها تعمل الآن في الميدان، في عدن، في مأرب، في حضرموت، في كل محافظات اليمن لديها حضور قوي ولديها أعمال ننتظرها الآن في المستقبل القريب، لأن يكون هناك أعمال يعني تنقل اليمن من واقع مرير إلى واقع أفضل بإذن الله تعالى، و على خطى التحرير. التحرير يسير برجاله الأشاوس الأبطال، نوجه لهم التحية، وأيضا أنتم في الجانب المدني والخدمي يجب أيضا أن تسيرون وفق خطة مدروسة ومرسومة، وأيضا تجفيف منابع الفساد حتى نتمكن من يعني أن نصنع ونبني اليمن الاتحادي. فرصة الآن جميلة أننا ملتفين كلنا مع الشرعية، فقط لدينا الشرفاء النزهاء، ابعدوا فقط، حاولوا نزيح كل هؤلاء الفاسدين والصور المألوفة السيئة المقيتة التي يعني تعبت وأنهكت الوطن والبلد، وفرصة إلى أن نجعل القيادة الشبابية في الواجهة ونجعل الأمور إن شاء الله تسير على ما يرام. دائما مشاهدينا الكرام، أوجه لكم التحية على امتداد الخريطة اليمنية، في الشمال، في الجنوب، في الشرق، في الغرب، في كل مكان كنتم اليوم سعداء في هذه الملحمة الوطنية التي شهدتها اليمن في 25 من يناير، في مثل هذه الذكرى التي اليوم نحتفي بها عبر وسائل الإعلام وعبر شاشة قناة عدن الفضائية التي تصدرت اليوم في مثل هذه التغطية المستمرة، وحديثنا كان شيقا عن كل بنود مخرجات الحوار الوطني التي اخططها اليمنيون، والتقينا جميعا في طاولة واحدة، وكما ذكرت بأن الأوراق كانت متناثرة هنا وهناك، وجئنا بعد ذلك بمسودة واحدة وصغنا الدستور بأيدينا، ولكن كان هناك مجابهة للانقلاب بالتعنت والغطرسة الصارخة التي حاولت هذه الميليشيات زعزعة الأمن والاستقرار. معي اتصال هاتفي هذه المرة، عبد الغني الحميري، الباحث والمحلل السياسي. مساء الأنوار بك أستاذ عبد الغني. أهلا وسهلا فيك، يا حياك الله. حيا الله بالزميل الإعلامي عبد الغني الحميري، أهلا فيك عبر شاشة قناة عدن الفضائية. اليوم نحن نحتفي، نحن الإعلاميون وكل أطياف الوطن وكل أبناء الشعب اليمني العظيم، وأيضا حكومتنا الشرعية الرشيدة وكل من يعني هذا الأمر وهو اليمن الحبيب قاطبة، بالذكرى الثالثة لتسليم وثيقة ومسودة مخرجات الحوار الوطني في محفل مهيب كما كنا نتابعه قبيل لحظات عبر شاشة قناة عدن الفضائية، والذي تسلمها فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي. ما الذي ستقوله معنا اليوم أنت ومشاركتك الإعلامي عبد الغني الحميري؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا لك جزيل الشكر أستاذي وأخي العزيز فؤاد التميمي ليس فؤاد سمير السروري مشاهدي قناة عدن. معك سمير طبعا. حياك الله حياك الله يا سمير. على العموم على قضية الحوار الوطني نعم طبعا لعشر شهور كان اليمنيين بكل أطيافهم وفئاتهم ومنظمات المجتمع المدني ومكون المرأة ومكون الشباب وهم يتحاورون حوارا جديا لبناء اليمن الاتحادي. نعم. خرج اليمنيون بمسودة الدستور متفقين على كل القضايا العالقة. نعم. سواء كانت قضايا صعدة، سواء كانت قضايا ومظلمة إخواننا في الجنوب، سواء وهذا الأمر أغاظ جدا المخلوع علي عبد الله صالح وعصابة الحوثيين، لأنهم يعلمون تماما أن لا مجال لهم ولا بقاء لهم في ظل الانتقال السلمي للسلطة والذهاب إلى الانتخابات وعمل مسودة الدستور. وكانت مسودة الدستور جاهزة لإنزالها للاستفتاء على الشعب، فما الذي فعلوه؟ خطفوا مدير مكتب الرئاسة الدستور أحمد عوض بن مبارك ومعه مسودة الدستور، ثم قتلوا أحمد شرف الدين الذي كان ممثلا عن الحوثيين كي لا يأتي ويوقع، رغم أن على كان في ذاك اليوم الساعة 7:30 صباحا يتصل بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي الذي كان يرأس لجنة للتوقيع على مخرجات الحوار الوطني وآليات والآلية التنفيذية لهذه المخرجات، ويؤكد له الساعة 7:30 صباحا أنه سيأتي للتوقيع، ومع ذلك عبد الملك الحوثي يأمر بقتله كي يتهم الشرعية وكي يتنصل أصلا عن التوقيع على مخرجات الحوار الوطني. هنا يكمن لؤم وبؤس علي عبد الله صالح ولؤم وبؤس الحوثيين في أنهم أرادوا أن يفرضوا هيمنتهم على الشعب اليمني بقوة السلاح وبالتحالف مع المشروع الإيراني الفارسي لتدمير المنطقة. وبالفعل سلمهم علي عبد الله صالح المعسكرات، سلمهم الأسلحة، أمر قوات الحرس العفاشي والعائلي أن يخلعوا البزات العسكرية وأن يلبسوا اللبس المدني على أنهم ميليشيات حوثية وعلى أنه بريء مما يحدث. وبالفعل أسقطوا عمران وأسقطوا صنعاء في حكمهم وفي يد طغمتهم الإنقلابية الإجرامية، ثم عاثوا في اليمن فسادا وتوجهوا ناحية تعز وناحية لحج وناحية عدن وناحية شبوة وحضرموت. وبالفعل كان لا ملجأ لنا أمام هذه المؤامرة الكبرى إلا الله عز وجل، والله جل في علاه الغالب على أمره قيض لنا سلمان الحزم والعزم. فعمل التحالف من 11 دولة لنصرة اليمن واستعادة الشرعية تلبية لنداء الشعب اليمني وأخيه المشير عبد رب منصور هادي الذي طلب من أشقائه العون والغوث بعد أن عاث الحوثيين وانقلبوا على مسودة الحوار الوطني وعلى مسودة الدستور، وأرادوا أن يفرضوا أجندتهم الإجرامية الإيرانية على الشعب اليمني بقوة السلاح وهيمنة السلاح. نعم أستاذ عبد الغني، يعني أنا سأتلو عليك بعض الكلمات التي تحدث بها فخامة الرئيس اليوم في كلمته إذا كنت تابعتها. يقول فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي: إننا وبهذه الذكرى نعيد التأكيد لكل أبناء الشعب اليمني الكريم بأن تحالف الإثم والعدوان المتمثل بالحوثي وصالح يتحمل كل المسؤولية عن الأحداث التي نشأت عن انقلابه على الإجماع الوطني وتآمره على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واحتلاله للعاصمة والمدن اليمنية واعتدائه على معسكرات الدولة
الدولة ونهب الأسلحة وما عقبها من حروب ودمار، فالذين أشعلوا النيران هم وحدهم من يتحملون مسؤولية ضحاياها. كيف تفسرون كلمات فخامة الرئيس في هذه العبارات؟ بالفعل كان العالم كله، أجمع المجتمع الدولي كاملا بعشر دول كانت ترعى الحوار الوطني على الانتقال السلمي للسلطة وإلى الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية وإلى الاستفتاء على الدستور. من الذي غدر بهذا الاتفاق وبهذا الحوار وبالخروج؟ رغم أنهم موقعين، الحوثيين وقعوا وعلي عبد الله صالح وممثله وقع، لكن هم لم يوقعوا الحوثيين في آخر يوم على الآلية التنفيذية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. أما مخرجات الحوار فهم موقعين عليها، نعم. هم يعلمون تماما أن لديهم مشروع، هذا المشروع لن يكتب له النجاة إلا بالقوة وإلا بفرضه بالقوة وبالقتل وبالدمار. إن كان هناك من إرهاب يمشي على أرض اليمن فلا إرهاب إلا إرهاب الحوثي وعفاش، هؤلاء الذين فجروا البيوت واستولوا على المؤسسات وتحملوا هذه يعني بالفعل هذا الغرم وهذا الدمار وهذه الكلفة الباهظة التي دفعها الشعب اليمني، هم يتحملون وزرها وحدهم، فهم المنقلبون على خيار الشعب وهم المستخدمون للسلاح وهم المهددون لكل مكونات المجتمع وكل الأحزاب السياسية. كان مهدي المشاط يخرج المسدس على طاولة الحوار أمام الشركاء في الأحزاب والمكونات السياسية الأخرى، وكأنه يقول لهم إما أن تمشوا وفق رغباتنا وإما أن البديل سيكون القتل. ما الذي تريده بعد هذا كله والدمار الذي جلبه هؤلاء؟ يعني إن سجل التاريخ أن أنحس مكون عرفه اليمن والشعب اليمني هو مكون الحوثيين وحليفهم المخلوع عفاش، بالفعل هم يتحملون كافة المسؤولية وكل المسؤولية أمام الله وأمام التاريخ وإن شاء الله أمام المحاكم التي سيجرون إليها جرا. نعم، أشكرك أنا كثير. الزميل عبد الغني الحميري الإعلامي والباحث السياسي، كنت معي على الهواء مباشرة للحديث حول هذه الذكرى 5 يناير لتسليم مسودة وميثاق الحوار الوطني. شكرا جزيلا لك. شكرا لك وشكرا. إذن مشاهدي الكرام، ما زلنا معكم والحديث حول هذه الفرحة الكبرى التي تعم الوطن الحبيب ونعيشها معكم أنتم من حديث فخامة الرئيس، كلام يعني يحمل دلالات عظيمة وكبيرة من المسؤولية التي هي ملقاة على عاتق فخامة الرئيس وعلى الحكومة الشرعية. جاءت هذه الكلمة التي تحدث بها اليوم فخامة الرئيس، فهنا حديث يقول: إننا من موقع المسؤولية التي خولنا إياها الشعب اليمني نؤكد لكل أبناء اليمن في الداخل والخارج أننا سنواصل ضرب النضال المشروع ضد العصابات المنفلتة وسنوقف كل الأيادي العابثة بأمن وسلامة المواطنين ولن نتخلى. كلمة قوية وتحمل دلالة أخرى، وهي الدم اليمني العظيم لن يتم التخلي عنه، قائلا نتخلى عن دماء شهدائنا الأبطال وتضحيات الشعب العظيمة في الشمال والجنوب، بمعنى دون استثناء. مشاهدينا الكرام، معي على الهواء مباشرة منسق الأمان العامة للحوار الوطني في إقليم الجند الأستاذ إبراهيم الجبري. مساءك جميل أخي إبراهيم. مساءك نور أستاذ سمير السليمي. يا هلا فيك، نحن سعداء جدا أن تكون معنا وأسعد أن تكون أيضا على الهواء مباشرة في قناة عدن الفضائية، ونحن عملنا سويا في إقليم الجند وإقليم تهامة وكان لنا صولات وجولات كثيرة في الأمان العامة للحوار الوطني. أستاذ إبراهيم الجبري، حديثنا اليوم عن الفرحة الكبرى التي تعم أرجاء الوطن، ونوجه الرسائل إلى القيادة السياسية وإلى كل من شارك وساعد وساهم في مثل هذه الملحمة الوطنية التاريخية الكبرى وهو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. اختطنا جميعا نحن اليمانيون مثل هذه المسودة الكبرى ومثل هذا الميثاق الذي تم تسليمه في محفل مهيب في أمانة العاصمة صنعاء، ولكن جوبها من قبل الميليشيات بالغطرسة الواضحة وأيضا عدم القبول به. إبراهيم الجبري، أنت كمنسق في إقليم الجند وكنت حاضرا في كثير في مثل هذه الاحتفائية أو بمعنى آخر المؤتمر الحوار الذي طال 10 أشهر، ما الذي يمكن أن تقوله اليوم في هذه المناسبة العظيمة؟ شكرا لك عزيزي الكبير. في البدء 25 يناير
نصل بارقة أمل للشعب اليمني جميعا بمرحلة الذكرى على أساس نتيجة جميع القوات السياسية وفق جناب الزمني مدته كما ذكرت 10 أشهر صارت القوات السياسية والاجتماعية والثقافية على مدار كما ذكرت 10 أشهر نقاش وحوار حول أهم القضايا لبناء الدولة توافقوا كثيرا واختلفوا أيضا كثيرا هكذا كنا نريد اليمن الجديد هكذا حلمنا باليمن الجديد كانت اليمن أيضا تعلم العالم درسا كبيرا وكان العالم من حولنا يقف أيضا مندهشا كيف لشعب مسلح ومهيئ للصراع أن يخالف كل الصراعات ويحدث فارق في كثيرة الشعوب وكنا بكل امالنا يعني كنا يعني نعمل بصدق في امان العام وكان كثير من المتحاورين ايضا كانت لهم نوايا صادقه والطرف الثاني كان لهم ايضا نوايا وكانت نوايا يعني نوايا غير صادقه هؤلاء يعني نحن الجميع تسلح بالنوايا الصادقه وفريق تسلح بالنوايا الشر وامتلك ايضا امتلك السلاح تسلح بالرصاص والقذائف وعلى صوت القذائف على صوت الدليل والوطنية وأدخل اليمن في نفق مبلم قادته أيضا أصنع وانتوس لا ترى إلا مصالحها أنا لن أخذ الكثير من يعني من هذا الكلام أنا أقول إن اليمن باقي لم يموت وأهله وشبابه ونساؤه كل الذين مثلوا في مؤتمر الحوار الوطني باقون وسنعود من جديد وسنبني بلادنا من جديد على أساس مفردات مؤتمر الحوار الوطني من جديد من حيث بناء الدولة نعم أستاذ إبراهيم الجبري كنا نتحدث مع الأخت خديجة عليوة وهي إحدى العضوات المشاركات في مؤتمر الحوار الوطني وتحدثت عن الإنصاف الذي حدث في مؤتمر الحوار من خلال مشاركة المرأة وما نسبته 30% التي ستساهم فيها المرأة في مجمل بنود الخاصة بمخرجات الحوار الوطني أسألك أنت وكونك من القيادة الشابة ونعرف أنك شاب أكثر نشاطا في محافظة تعز وفي إقليم الجند بشكل عام يعني حديثنا على الإنصاف أيضا في الشباب والـ20% التي يعني اتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني برأيك هل تشاهد ملامح الإنصاف متواجدة اليوم ونحن نخطو خطوات إلى, إلى, إلى النصر الحقيقي وإلى أيضا تحقيق كل مخرجات الحوار الوطني في اليمن الاتحادي الجديد بالضبط أعتقد أن القيادة الآن تخطو خطوة للأسف الشديد انقطع الخط مع الأخ إبراهيم الجبري وكنت على يعني أحس بذلك كثيرا لأنه عندما نتواصل مع أكثر من يعني مداخلات من تعز خاصة التغطية دائما هناك متعبة كثيرا ويعني هذه الميليشيات كلما يعني تتواجد في منطقة كل المآسي كل الخراب يتبعها دائما ويعني حتى طال جانب الاتصالات والانترنت وكل هذه الأمور التي تعتبر من حقوق المواطن البسيطة لكن أشكرك كثيرا أخي إبراهيم الجبري المنسق العام لإقليم الجند في الأمانة العامة للحوار الوطني كان إيضاح في إذا تم التواصل معه مرة أخرى ليكمل حديثه كان بها نحن مشاهدين الكرام ما زلنا معكم في هذه التغطية الخاصة إبراهيم الجبري معي مرة أخرى ألو نعم مرحبا ليس إبراهيم هذه المرة اتصال آخر مساء الأنوار بك من معنا هذه المرة حتى نسعد ونفرح سويا بهذه الذكرى 25 من يناير إذن مشاهدينا الكرام استقبلنا اليوم لهذه الاتصالات والحديث حول هذه الذكرى يعيدنا إلى هذه الذكرى الحقيقية أو لهذا اليوم الذي جسد معنى الوطنية الحقيقية عندما اجتمع كل الفرقاء السياسيين بكل مشاربهم وكانوا متواجدين على طاولة واحدة والكل أدلى برأيه والكل جاء بأفكاره وكنا كلنا على أمل أن نتحد اتحادا قوي واتحدنا حينها ولكن بعد ذلك تفاجأنا وكما ذكر أحدهم الآن من المتصلين بأن أحدهم يخرج السلاح في الحوار وكأن هذا الفرد صاحب المكان
المكون الذي شارك في الميليشيات الحوثية، وكأنه من بدايته يقول نحن سنحمل السلاح سواء كنا مشاركين معكم في هذا الحوار أو بعده، وهو ما حدث حقيقة. وبالفعل بعد أن يعني تم الاتفاق على مخرجات الحوار وجينا بمسودة الدستور، هذه التي كانت ستخرج الوطن إلى بر الآمال، للأسف يعني جئنا بتعنت وغطرسة الميليشيات الحوثية بالهمجية وخروج كل قواتهم التي جيشوها، والمد الفارسي الذي كان على تواصل مستمر معهم في صعدة وفي صنعاء، حتى يعني يصب جمل الغضب والحقد المقيت على أبناء الشعب، على إخوانهم، يعني هم إخواننا يمنيين باسمنا، لكن هذه هي تعتبر عبارة عن يعني غروهم بالمادة، غروهم أيضا بهذه الأسلحة التي وصلت لهم، وافتكروا أنفسهم يعني هم فرعون، يعني الملك لهم، لكن للأسف الشديد لم ينالوا مطالبهم هذه التي تعتبر يعني مناهضة للمشروع الوطني والمؤسسات والخدم للوطن، جاءت للقتل للتدمير للنهب. الكل الآن أصبح على دراية وعلى وعي، جميعا ندرك بما تقوم بهذه الميليشيات وغطرستها وهمجيتها الواضحة، القتل هذا والدماء التي سالت لا يمكن أن ينسى أبدا، وستظل بصمة عار ونقطة سوداء على جبين هذه الميليشيات الحوثية على مر الأزمان. عندما نتذكر بأن هذه الميليشيات التي نحن نقول أنهم إخوتنا جاءوا إلى تعز ليقتلوا أبناء تعز بالآلاف ودمروا المنازل على ساكنيها وعلى الآمنين، أي عقل أن نقول أنكم إخوتنا؟ سنقول إخوتنا نحن، يعني من مصداقيتنا وحبنا لوطننا نقول إخوتنا في كل مكان، لكن لا نعترف بهؤلاء الذين باعوا أنفسهم وباعوا أرضهم رخيصة للإيران ولأعوانهم. هكذا تبيعون أرضكم يا ميليشيات الحقد يا الموتورون دائما؟ نقول نحن لكل أبناء الشعب اليمني العظيم بأننا إن شاء الله سنكون اليوم يعني واقفين وقفة رجل واحد، والصمود هو صمود أسطوري يعني نلاحظه في كل مكان في تعز، صمود أسطوري يسطره أبناء هذه المحافظة ضد هذا العدوان الهمجي الحوثي وصالح، وكذلك سطرته ذي قبل محافظة عدن العاصمة اليوم، سطرت أيضا أروع الملاحم في وجه هذا العدوان البغيض، وكذا الأحج وأبين والضالع وشبوة اليوم تخوض معاركا شرسة مع هذه الميليشيات، ومأرب صرواح وكذلك في نهم صنعاء تخوض معاركا قوية. لا ننسى أيضا محافظة الضالع، اليوم هناك معارك محتدمة في الحدود التي أصبحت اليوم بتواجد هنا الميليشيات، وها هنا يوجد رجال المقاومة الشعبية ورجال محافظة الضالع يتصدون لهم دائما، وكذلك في كل جبهات القتال اليوم المخا تنتصر، وهذا يزيدنا انتشاء ونشوة وفرحة لمواصلة الانتصار الحقيقي. أبطال الجيش الوطني أنتم تسطرون اليوم أروع الملاحم، ونحن معكم نساندكم، جبهة الإعلام ستكون معكم دائما بأسمائنا نحن الإعلاميين صحفيين والناشطين والسياسيين، وباسم الحكومة أيضا عبر شاشة قناة عدن الفضائية التابعة للحكومة الشرعية سنقول بإذن الله تعالى أننا سنكون معكم إن شاء الله حاضرين في الميدان، وسنعود أيضا إلى أرض الوطن ونعمل سويا لأجل الأقاليم اليمنية المتحدة لنبني يمنا آمنا يسوده الرخاء والاستقرار والمساواة والحكم الرشيد الذي سيكون متواجد بإذن الله. وملامحه اليوم هي ظاهرة من خلال فخامة الرئيس كونه رئيسا شرعيا للبلاد والحكومة الشرعية أيضا متواجدة. معي اتصال هاتفي الآن من مستشارة رئيس الوزراء فائزة عبد الرقيب. مسائك جميل. مساءكم أجمل. يا هلا، كيف حالك الغالية؟ الله يسلمكم. الله يبارك فيك. نحن اليوم نحتفي احتفاء كبير أختنا فائزة عبد الرقيب بالذكرى 25 للتسليم وثيقة مسودة مخرجات الحوار الوطني والتي تسلمها فخامة الرئيس، تعتبر هي الذكرى الثالثة طبعا أستاذة فائزة، يعني نحن اليوم سعداء حقيقة ونحتفي، يعني ما الذي يمكن أيضا أن تقوليه أنت عبر الهواء مباشرة وتضيفي يعني جمالية كونك أيضا من الكوادر النسائية المتواجدة معنا اليوم في هذا الاحتفاء عبر قناة عدن؟ الحقيقة يعني هذه الوثيقة تشكل منعطف تاريخي حيوي في حياتنا، خاصة أنه شهدت اليمن كثير من المنعطفات
الدموية والمنعطفات السياسية التي يعني عبثت في المشهد السياسي اليمني، وكان له تأثيرات بعضها إيجابي وبعضها سلبي، وكانت هناك إخفاقات. لكن كانت الحقيقة وثيقة هذه الاتفاقية أو هذه الوثيقة هي في مثابة عهد جديد، وثيقة ودستور ولمستقبل دستور جديد يخدم اليمن، تطلعات اليمن واليمنيين. يعني لولا الحرب هذه الغاشمة اللي تمت، اللي تنفذها الانقلابيون ونفذت هذه المخرجات المؤتمر الحوار، لكنا اليوم في وضع أفضل، ولكان اليمن يشهد تحولات نوعية على مستوى على كافة المستويات. نعم أستاذة فايزة عبد الرقيب، أيضا كان للمرأة دور كبير في هذه الوثيقة والمسودة، ونحن نعرف أن هناك نسبة 30% يعني اعتمدت للمرأة ومشاركتها الفاعلة في كل الأدوار وفي كل مؤسسات الدولة. يعني أنت كونك اليوم مستشارة يعني في رئاسة الوزراء، دكتورة فايزة عبد الرقيب، الإنصاف واضح بأن المرأة اليوم أصبح لها دورا كبير، وأنت اليوم تتقلدين أحد المناصب. يعني ما الذي يمكن أن تقوليه عن المرأة اليمنية اليوم ونحن نشاركها وتشاركنا اليوم الفرحة؟ الحقيقة أيضا مؤتمر الحوار ومخرجات مؤتمر الحوار هو كانت في ومنذ المشاركة الأولى للنساء والجميع في هذا المؤتمر كانت هناك لفتة كريمة وإنصاف حقيقي أو محاولة إنصاف المرأة، لأن المرأة عبر التاريخ منذ تحرير ثورتي أكتوبر وسبتمبر المرأة شاركت بجدارة، وقبل ذلك وشاركت في بناء المجتمع في مختلف المجالات. المرأة بجانب الرجل سواء كان في المنزل أو خارج المنزل لها دور، لعبت دور إيجابي وحيوي كبير في حياة المجتمع. لكن الحقيقة مخرجات المؤتمر الحوار وما قبله زي ما قلت منذ اللحظة الأولى في مشاركتها جاءت اللي تلبي جزء من تطلعات المرأة، وهو ليس 30 وإنما اشترطت أنه لا يقل عن 30، يعني ممكن يكون من 30 حتى لو 80 ممكن حتى 70 بحسب قدراته وكفاءته، لكن لا يقل عن 30. وهذه نقلة نوعية أيضا بالنسبة للمرأة، ناهيك عن مشاركتها في مختلف اللجان اللي في مؤتمر الحوار، وأثبتت المرأة بالفعل من خلال مشاركاتها تميزها في الأداء وتميزها في الطرح واستيعابها لكل المتغيرات، ومشاركتها الفاعلة كانت في سواء كان في لجان الفاعلة اللجان المكونة في المؤسسة في مؤتمر الحوار أو بعد ذلك في مسودة إعداد الدستور أيضا. نعم دكتورة فائزة، المستقبل القريب للشباب وأيضا بمساندة ومساعدة المرأة، كما ذكرتي أن لها كان دور نضالي واضح، وها نحن اليوم نتحدث معك كونك إحدى النساء المناضلات أيضا في ظل هذه الحكومة الشرعية. يعني في المستقبل القريب كيف ستقيمين يعني دور الشباب والمرأة في المرحلة المقبلة بعد أن يعني يتم تحرير اليمن وندخل أيضا في مسار جديد وهو اليمن الاتحادي القادم بقوة بإذن الله تعالى، ونكون ضمن إطار كل إقليم بإقليمه؟ أولا بدأ في هذا الموضوع وللحقيقة وللأمانة أنه المرأة والشباب لعبوا دور متميز، سواء كان في زحرهم الانقلابيين، رفضهم لهذا الانقلاب، إدانتهم، تصديهم أيضا للانقلاب. النساء في المحافظة في محافظة عدن خرجوا للدفاع عن عدن، وأبناء عدن خرجوا للدفاع والدود عن عدن. في صنعاء النساء خرجوا لمقارعة الحوثيين والانقلابيين ومطالبتهم باستعادة أبنائهم والإفراج عن أبنائهم المحتجزين. النساء في تعز يدفعنا ثمن باهظ لحد اليوم، يعني النساء في أبناء يفقدنا أبنائهم ويبحثنا عن الغداء يعالجنا الجرحى. النساء والشباب يعني وبجدارة يمثلوا هم رجال وهم نساء المرحلة هذه، هم الذين يصنعون مستقبل اليمن اليوم بصمودهم وتصديهم للانقلابيين، وإن شاء الله المستقبل هم الآن ممثلين أيضا في الحكومة. الشباب لهم تواجد، المرأة لها تواجد، ولكن هذه الحكومة في رأيي الشخصي أنه هي مرحلة انتقالية، مرحلة حرب تستدعي وحدة الصف ووحدة الجبهة الداخلية.
بدون تمايز يعني بالنسبة للرجال والنساء والمشاركين، لكن المستقبل القريب سوف يقدم العدالة لذوي الكفاءات من الرجال والنساء، لكل من يمتلك قدرة في القيادة. هؤلاء هم من سيمثلون المرحلة القادمة، وهؤلاء من سيمنحون الثقة عبر دستور حقيقي، عبر دولة اتحادية يتساوى فيها الجميع، وقانون ودستور فيه الإنسان عبارة عن مواطن بغض النظر كونه رجل أو امرأة أو طفل. بالضبط، وأنا أضم صوتي إلى صوتك، حديثك حقيقي جدا، وأنا أشكرك كثيرا الدكتورة فايزة عبد الرقيب مستشارة رئيس الوزراء، كنت معي على الهواء مباشرة في هذه الاحتفاء، شكرا جزيلا لك. وشكرا لكم، حفظك الله ورعاك. وأعود لأذكر بأن هذا الاحتفاء يعتبر احتفاء كبير تشهده بلادنا الحبيبة، ونقول أي كم وهو جميل أن يعيش هذا الفرد في مجتمع واع يسمح ويقبل ويمارس الحوار الجاد في كل قضاياه السياسية، أيضا الاقتصادية، الاجتماعية والشرعية، دون تكميم للأفواه ومعاقبة من يتفوه بالحق والعلم والمعرفة. الشعوب المستقرة يا مشاهدين الكرام والمتحضرة دائما ما تفتح باب الحوار والنقاش لكل الأطياف، ونحن كمجتمع مسلم يجب أن نقارع الحجة بالحجة وضبط كل الأمور بمعايير ربانية راقية ومشرعنة، فكان الأولى بنا سماع كل الآراء والتحاور معها للوصول إلى الحق والإصاب. ونقول إن الحوار كما تقرره الأيام وشواهد الواقع، إذ لم تأتي نتائجه الإيجابية التي ينتظرها الشعب اليمني العظيم من كل فصائل المجتمع اليمني، فسيصبح بمثابة حضور عرس كبير دون أن يكون هناك عريس سيزف فيه، أي أنه باختصار كمن يحرث في الهواء أو كمن يرسم على صفحة ماء. وهنا نقطة نظام أقول فيها إن شعبنا والشعوب العربية بشكل عام ما أودى بها إلا ثقافة الاستكبار ونظرية الصواب التي لا تحتمل الخطأ، التي بناها لأنفسهم حكامنا، شعارهم في تعاملهم مع هذه الشعوب التي سحقت وما زال بعضها. إنها الثقافة التي جثمت علينا سنين طوالا، واشتدت وطأة الحكام بها علينا استبدادا وتخنيعا لرقابنا، فكنا حينها كالقطيع الذي يقاد بلا زمام، ويومها كان مجرد التفكير فقط بثقافة الحوار يعد ضربا من ضروب المستحيل لاستحالة نيله. اليوم وقد تغير الحال كثيرا وتبدل الظرف، كان لزاما علينا أن نسلط الضوء على الحوار ونحتفي بالذكرى الثالثة والإكثار من الحديث فيه، كل من زاويته، فنا واقتصادا ومسرحا وسياسا واجتماعا وشباب وتوعية وإرشاد ومرأة وتهيئة وإدارة ومساعدة. وها نحن اليوم عبر قناة عدن الفضائية تناولنا زوايا عديدة، منها الشباب والمرأة وغيرها. وأيضا أتمنى أن يكون لقاءنا اليوم في هذه التغطية المستمرة قد أعطى انطباعا عن أهمية الحوار الذي نعيشه في أيامنا الحاضرة، ولأننا نعيش واقعا غير الذي كنا نعيشه في مرحلة من مراحل الاستبداد التي كانت تنبذ الحوار، فمن العيب أن نجد اليوم من الشعراء من ينادي أيضا بالابتعاد عن ثقافة الحوار. سنؤكد دائما أننا ضد كل المظالم التي لحقت بأبناء اليمن، لكن هذا لا يعني أن نقطع حبل التواصل وجسور المشتركات التي تجمعنا كأبناء بلد واحد. لن يحترمنا الآخرون ما لم نجلس على طاولة واحدة لحل مشكلاتنا بأنفسنا. هذا سمير السروري في نهاية هذه التغطية، يقول لكم شكرا لطيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء. الله 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 على شعب اليمن.